طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يعني فوائده ليست بالكثيرة جدا، فنجمل الكلام فيها على عشر مسائل أو على عشر فوائد. الفائدة الأولى: استدل بهذا الحديث من يرى وجوب الوضوء على الجنب عند إرادة النوم. استدل بهذا الحديث من يرى وجوب الوضوء على الجنب عند إرادة النوم، وهو قول أهل الظاهر أتباع داود الظاهري من ابن حزم وغيره، يقولون يجب على الجنب إذا لم يريد أن يغتسل أن يتوضأ، فلو نام على غير وضوء فإنه آثم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والقول الصحيح إن شاء الله أن وضوء الجنب، انتبه، قبل النوم مندوب متأكد، ولكنه ليس واجبا متحتما. فإذا نقول اختلف العلماء في هذه المسألة، والقول الصحيح إن شاء الله أنه من باب المستحبات المندوبات لا من باب الواجبات المتحتمات، وهو اختيار الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. اختار الألباني استحبابه، وجمع كبير من أهل العلم، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز وغيره من أهل التحقيق. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد. يفهم منه أنه إذا لم يتوضأ فلا ينبغي له أن ينام إلا على وضوء. لو أنه رقد من غير وضوء لخالف ولا لا يجمع؟ طيب، نقول هذا لو لم يرد صارف لهذا الحديث. نقول هذا الكلام صحيح لو لم يرد صارف لهذا الحديث، لكن ورد جمل من الصوارف لهذا الحديث. الصارف الأول أن في نفس هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، هذا فيه رواية أخرى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. هاي جماعة، قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، فعلق الأمر بالمشيئة. فلو كان من باب الواجبات لما علقه بالمشيئة. وقد تقرر في قواعد الأصول أن خير ما فسرت به السنة هي السنة، والروايات بمجموعها يفسر بعضها بعضا. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن قصارى أقل أحواله أن يكون حسنا محتجا به. طيب، ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. إيه نعم، جاء بعض أهل العلم وقال إن الماء المنفي في حديث عائشة هنا من غير أن يمس ماء يقصد به ماء الغسل ليس ماء الوضوء، يعني من غير أن يمس ماء للغسل، لكن الوضوء يتوضأ. أجبنا عن كلامه هذا بأن قولها من غير أن يمس ماء، كلمة من غير هذا نفي، وقولها ماء نكرة، فهو نكرة في إيش؟ في سياق النفي. وقد تقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، كما ذكرناه في قواعد أول هذا الشرح المبارك إن شاء الله، أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في نفيها جميع أنواع المياه، سواء ماء المعد للغسل أو الماء المعد للوضوء. لما؟ لأن الأصل
هو وجوب البقاء على عموم وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل، لأن الأصل هو البقاء وعلى الأصل حتى يرد الناقل، وليس هناك دليل يدل على تخصيص هذا الأمر. فإذا القول الصحيح أن الجنب لو توضأ لكان قد فعل الأكمل والأفضل بتأكد واستحباب يعني شديد، ولكن لو نام على غير من غير أن يمس ماء فلا حرج عليه. وهذا يبين لنا المسألة الثانية، وهي ما الأفضل للجنب بالترتيب، نقول الأفضل للجنب أن يغتسل، وهذا بالإجماع، فإذا نام عن اغتسال كامل فهذا هو الأولى له. طيب إن عجز عن الاغتسال فلا أقل من أن إيش؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. الثالث، إن عجز عن الوضوء للصلاة فلا أقل من أن يغسل فرجه ويديه ثم ينام، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا. طيب إن ثقل عن ذلك فينام من غير أن يمس ماء، لا ماء غسل ولا ماء وضوء ولا أن يغسل يديه ولا فرجه، وهذه هي أضعف الأحوال وأقلها شأنا ورتبة. فإذا الأكمل له أن يغتسل، فإن عجز عن ذلك أو فترت قواه فيتوضأ، وإن عجزت قواه أو فترت فيغسل يديه مع فرج، يغسل فرجه ويديه، وإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يعني فلا حرج عليه أن ينام. وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه نقول واردة، فثبت عنه أنه اغتسل ثم نام، وثبت عنه أنه أجاز الوضوء قبل النوم، يعني رغب في الوضوء قبل النوم، وثبت عنه أنه قال ها يغسل فرجه ويديه ثم ينام، وثبت عنه أنه نام من غير أن يمس ماء، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فيجمع بينها باختلاف أحوالها على حسب قوة الإنسان ونشاطه أو ضعفه وكسله. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، اختلف العلماء ما الحكمة من مشروعية الوضوء للجنب قبل أن ينام، إيش الحكمة؟ قال العلماء يعني يبحثون عن الحكمة، قال نعم إذا توضأ فليرقد، لماذا أمره بالوضوء قبل أن ينام؟ ذكر العلماء عدة علل، منهم من قال إن الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى، وهذا أضعف شيء، هذا في الحقيقة علة ضعيفة لا داعي لها. لماذا؟ لأن الأصل المتقرر عند علماء الأصول في الأحكام، إيش الأصل في الأحكام؟ التعليل ولا التعبد؟ التعليل، أنها معللة. فمن ادعى أن حكما من الأحكام يقصد به التعبد فلا بد أن يأتينا بالدليل، ولذلك الأصح أن يقال الأمر الثاني، وهو أنه من باب التنشيط على الغسل، فإن الإنسان إذا فترت قواه عن الغسل وعلم أنه يشرع له أن يتوضأ، فإذا قام وأمس الماء جسده بالوضوء فإن ذلك يكون منشطا له على إيش؟ على الغسل. طيب هل الوضوء يوجب النشاط؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، فإذا الوضوء ينشط. فربما يقول أنا الآن توضيت ما عاد فيعمم بدنه بالماء، فلا ينبغي أن يستسلم لكسله وفتوره. إذن هذه إحدى العلل المقبولة عندنا ولها أصل يؤيدها في الشرع. هناك علة أخرى أيضا مقبولة، وهي أن يبيت على إحدى الطهارتين، يعني إذا فترت قواه وعجزت عن الطهارة الكبرى فلا أقل من أن يبيت على الطهارة الصغرى، وهذا خير له من أن يبيت على غير إحدى الطهارتين. العلة الثالثة وهي أيضا قوية، أنه من باب تخفيف حدث الجنابة، فإذا كان الإنسان جنبا ثم توضأ ونام فإنه لا ينام على جنابة كاملة، بل ينام على بعض الجنابة لا كلها. والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن الوضوء يخفف حدث الجنابة، أن الصحابة كانوا إذا أجنبوا وأرادوا البقاء في المسجد ماذا يفعلون؟ كانوا يتوضؤون ثم يبقوا في المساجد وهم جنوب، مما يدل على أن الوضوء يخفف حدث الجنابة. هذه العلل هي
التي قررت عندنا. إذن أضعفها أن نقول إنه من باب التعبد فقط. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للإنسان ترك غسل قدميه في هذا الوضوء خاصة، سبحان الله، وقد قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال به أيضا ابنه عبد الله بن عمر، قالوا إن ترك غسل رجليه في هذا الوضوء فلا حرج عليه، يعني يتوضا وضوءا كاملا إلا إيش رجليه ويرقد بدون غسل رجليه. هذا قال به من ذكرت لكم، وقول بعض أهل العلم. ولكن القول الأقرب إن شاء الله، إن شاء الله، أن الأكمل والأفضل أن يغسل في هذا الوضوء قدميه، أن الأفضل والأكمل أن يغسل في هذا الوضوء قدميه، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. من يعطيني الشاهد في هذا الحديث؟ أنه قالت وضوءه للصلاة، يعني أنه الوضوء الكامل. إذن الغسل، الوضوء الذي يشرع للإنسان أن يترك غسل قدمه هو الوضوء الذي سيعقبه الغسل، أما الوضوء الذي لا يعقبه إلا النوم فهذا الأحب له والأكمل أن يغسل فيه قدميه، وهذا أقرب لظاهر الحديث. باقي دقيقتين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، وأنا سأشرح أولها ولعلكم تفهمونها. لو أن الإنسان توضأ أي وضوء ثم أحدث بعده هل ينتقض وضوءه هذا؟ أن إيش؟ على طول ينتقض وضوءه. لكن سبحان الله العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء عن الجنابة لتخفيف حدث الجنابة. لو أن الإنسان أحدث بعده قبل أن ينام فهل يشرع في حقه أن يتوضأ من جديد حتى ينام على وضوء، ولا يكفيه الوضوء الأول وورود الحدث بعد هذا الوضوء المعين لا ينقضه؟ فهمتم صورة المسألة؟ أنا الآن ما أتكلم عن وضوء الصلاة، لا، اللي بيصلي عقبه، أتكلم عن الوضوء الذي يقصد به تخفيف الحدث. اختلف العلماء في وجود الحدث بعد هذا الوضوء هل ينقضه ولا ما ينقضه. القول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا ينقضه، ولا يؤمر الإنسان أن يتوضأ من جديد لتخفيف الجنابة. إن توضأ يعني لسنة أخرى وهي أنه يستحب للإنسان أصلا سواء كان جنبا أو غير جنب أن ينام على وضوء، ها؟ هذا يعني ما في كلام لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازم، هذا لا نتكلم عنها. لكن أن يتوضأ مرة أخرى بقصد تخفيف حدث الجنابة لأن وضوءه الأول قد انتقض فأقول لا. فإن قلت ولماذا؟ نقول لأن هذا الوضوء شرع لماذا أصلا؟ لتخفيف الجنابة، وقد حصل تخفيفها بمجرد الفراغ منه. تحقق المقصود منه ولا ما تحقق؟ تحقق المقصود منه. فإذا فلو انتقض فإن حدث الجنابة الذي خفف لا يرجع فيثقل مرة أخرى، بل لا يزال مخففا بالوضوء الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أفهمت أنت ولا ما فهمت؟ فهمت أكيد. ها، وش فهمت؟ أو قصدي ما الذي فهمت؟ أيوة، إذا أحدث بعده يعني. وش تقول له؟ صحيح. أن ما ينتقض وضوءه هذا عن جنابه، ما ينتقض، لا ينتقض، وهذا هو القول الصحيح. وأظن أن الوقت قد أزف بنا، فنكمل إن شاء الله شرح هذا، فوائد هذا الحديث الدرس القادم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا في حديث في سياق فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذن نقول أيضا ومن فوائده، وهي الفائدة السادسة أو الخامسة، اعلم رحمك الله تعالى أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الوضوء الذي أمر به الجنب، اختلفوا في هذا الوضوء الذي أمر به الجنب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ف
فمن العلماء من قال إن المراد بالوضوء مجرد غسل اليدين فقط، إن المراد بالوضوء مجرد غسل اليدين فقط، فهو يحمل الوضوء على حقيقته اللغوية، فهو يحمل الوضوء على حقيقته اللغوية. هذا إذا سلمنا أن من معاني الوضوء لغة غسل اليدين، هذا إذا سلمنا، إذا سلمنا أن من معاني الوضوء غسل اليدين. فقال هذا الفريق من أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب يراد به مجرد غسل اليدين فقط. وذهب الفريق الآخر من أهل العلم إلى أن المراد بالوضوء يعني الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة وأي القولين أرجح ولماذا؟ نقول أما الراجح فهو القول الثاني، أن المراد بالوضوء الوارد في هذه الأحاديث إنما هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، هذا هو الوضوء الشرعي الوارد الذي يراد به في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، ولا يراد به مجرد غسل اليدين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المتقرر في قواعد الأصول أن اللفظ إذا دار بين حمله على الحقيقة الشرعية أو حمله على الحقيقة اللغوية فإن الواجب علينا أن نحمله على حقيقته الشرعي، لأن الحقائق عندنا كم؟ ثلاث. الحقائق عندنا ثلاث: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، وهذا تقسيم مهم لطالب العلم، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. عرف العلماء الحقيقة الشرعية بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة المفتتحة بأي شيء؟ بالتكبير، والمختتمة بالتسليم. الأمر الثاني الحقيقة اللغوية، هو نفس التعريف بالضبط لكن آخر كلمة لا تقول شرعا تقول لغة، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، لأن الصلاة في اللغة يراد بها الدعاء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، المراد بصلي عليهم هنا ادعو لهم. فإذا الصلاة لها حقيقتان، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. طيب الحقيقة العرفية هي بعينها نفس التعريف لكن الآخر كلمة تقول عرفا، نقول فيها هي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا. طيب إيش فائدة هذا التقسيم؟ هل لهذا التقسيم فائدة؟ الجواب نعم، له فائدة عظيمة وكبيرة وخطيرة، وهي أنه يجب على المفتي أن يحمل كلام كل أحد على حقيقته التي يعهدها ويعرفها، فلا يجوز لك أن تحمل كلام العامي حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية، لا، لأنه من أهل العرف، عامي لا يعرف الحقائق اللغوية ولا يعرف الحقائق الشرعية. فلو أن عاميا جاءك وقال يا شيخ إني حلفت ألا آكل اللحم، الآن حلف ألا يأكل إيش؟ لحما، وإني ذهبت إلى مطعم سمك وأكلت سمكا، وقال لي بعض الناس عليك كفارة يمين لأنك أكلت لحما، إذ السمك لحم في القرآن، قال الله جل وعلا وتأكلون منه لحما طريا، فسمى السمك لحما، هل هذا المفتي أصاب ولا أخطأ؟ يا ويلكم إذا قلت أخطأ، استدل بالقرآن، ويلكم إذا قلت أصاب. أصاب ولا أخطأ يا جماعة؟ أصاب أصاب الخطأ. أخطأ هذا المفتي، أخطأ ونطلق هذا الخطأ. لماذا؟ لأنه حمل الحقيقة التي صدرت من بين شفتي هذا العامي على الحقيقة إيش؟ لا مو بالشرعية، على الحقيقة اللغوية، إذ كل هبر يؤكل فيسمى لغة لحما، واضح يا جماعة؟ ولكن العامي هل يعرف اتساع الحقيقة اللغوية بهذا 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 المعنى؟ جواب لا، وإنما كان الواجب على المفتي أن يحمل كلامه على الحقيقة إيش؟ نحمله على حقيقته العرفية، والعرف يخص اللحم بالهبر الأحمر،
يعني أنه لو أكل لحم شاة أو لحم جزور أو لحم بقر ها حينئذ يحنث، لكن كونه يأكل لحما أبيض كالدجاج، أكل دجاجا وهو قال والله لا أكل لحم، الدجاج يدخل في مسمى اللحم على أي حقيقة؟ اللغوية، ماشي؟ لكن لو أكل دجاجا لم يحنث. لماذا؟ لأن الواجب على المفتي أن ينظر إلى السائل إلى المتكلم بهذه اللفظة، هل عنده مع هل هو من أهل الشرع حتى نحمل كلامه على الحقائق الشرعية، أو أنه من أهل العرف حتى نحمل كلامه على الحقائق العرفية. هنا الآن المتكلم عامي لا يعرف اللغة ولا يعرف شيئا من اتساع دلالات اللغة ولا ألفاظ اللغة، فحينئذ كان الواجب علينا أن نحمل كلامه على الحقيقة العرفية. إذن هذا فائدة التقسيم، فتقول له أيها العامي لا حرج عليك ولا حنث عليك، ويمينك باقية على ما هي عليه، لأنك لم تأكل حقيقة، لم تأكل اللحم على حقيقتك التي تعرفها، مع أن السمك والدجاج لحم في الحقيقة اللغوية، لكننا لا ينبغي لنا أن نعامل أهل العرف بالحقائق اللغوية ولا بالحقائق الشرعية. هذا مفيد هذا التقسيم، وإلا لأوجبنا في الذمة أمورا لا تجب على الناس، والأصل براءة ذممهم، ولا نحمل كلام الناس ما لا يحتمل. أضرب لكم مثالا آخر، لو جاءنا رجل من أهل الكويت، من عوام أهل الكويت، وقال والله لا أدخل داري، والله لا أدخل داري، العجيب أن إذا دخل المقدمة ما يحنث، سبحان الله، لو دخل صالة البيت ما يحنث، تبرق الدرج ما يحنث، دخل في السيب حق الغرف أكيد، دخل في غرفتي في غرفة أبي لا يحنث أبدا في دخول أي جزء من أجزاء البيت إلا إذا دخل غرفة نومه، لأن لفظ الدار عند أهل الكويت ينبغي لنا أن نحملها على عرفهم الذي تعارفوا عليه، فحقيقة الدار عندهم هي إيش؟ غرفة النوم. لكن يجينا واحد من أهل نجد يقول والله لا أدخل داري، فوطئت قدمه مقدمة البيت، يحنث ولا ما يحنث؟ يقولها بقوة، أنا ما بيتردد، يحنث ولا ما يحنث؟ فلماذا حنثنا الثاني ولم نحنث الأول؟ لاختلاف الحقيقة العرفية في إيش؟ في كل، فحملنا كلام كل واحد منهم على حقيقته العرفية التي يفهمها ويفقهها، ماشي يا جماعة؟ طيب لو جاءنا رجل من العوام وقال والله لا آكل رأسا، والله لا آكل رأسا، إذن المحلوف عليه أنه لا يأكل الرأس، ثم أكل رأس ضب، أكل رأس حمامة، أكل رأس عصفور، فهل توجبون عليه الحنث ولا ما توجبون عليه؟ مع أنها تدخل في مسمى الرأس لغة ولا ما تدخل؟ تدخل، لكننا لا نعامله حينئذ في حقيقتي بالحقيقة اللغوية، لأن المتكلم من أهل العرف عامي، فحينئذ لا نوجب عليه الكفارة، لأن الرأس إذا أطلق، الرأس المأكول إذا أطلق عند أهل العرف فلا يقصدون به إلا رأس واحدة من بهيمة الأنعام الثلاث، يا رأس الإبل، يا رأس البقر، يا رأس الغنم، فلو أكل رأسا غير هذه فإنه لا يجب عليه الحنث. والاختلاف العلماء في حمل الكلام على الحقائق اللغوية أو الشرعية، اختلفوا في الجنة التي أدخلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، ما الجنة التي دخلها آدم في قول الله جل وعلا أسكن أنت وزوجك الجنة، إيش الجنة هذه؟ فاختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول أنها جنة الخلد التي في السماء السابعة والتي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وهذا قول عامة السلف، يعني حكى الإجماع، كأن السلف الأوائل متفقون على أن تلك الجنة هي جنة الخلد، لكن ثبت الخلاف فيها كما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فقال وقال بعض أهل العلم بأنها بستان عظيم كبير في الأرض، لأن البستان يسمى جنة لغة ولا شرعا؟ لغة ولا لا؟ قال الله جل وعلا عن أصحاب الجنة ها وهو ظالم لنفسه، فسمى بستانه جنة. فإذا اختلف العلماء في تلك الجنة، وسبب خلافهم أن الذين قالوا إنها جنة الخلد حملوا اللفظ على الحقيقة الشرعية، والذين قالوا إنها بستان في الأرض حملوا اللفظ على الحقيقة اللغوية،
وعندنا قاعدة أصولية مفيدة جدا تقول هذه القاعدة: إذا دار اللفظ الشرعي بين الحقيقة اللغوية أو الشرعية فتقدم إيش؟ الحقيقة الشرعية، لأن المتكلم من هو؟ هو الشارع الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان المتكلم هو الشارع فالواجب علينا أن نحمل ألفاظه على الحقائق الشرعية المعهودة، إلا إذا جاءت قرينة تصرفنا عن هذا الظاهر إلى الحقيقة اللغوية. وإذا ما الراجح في هذا الخلاف بناء على هذه الحقيقة؟ أن الجنة التي أدخلها أبونا آدم هي جنة الخلد التي في السماء، ولأننا لما استقرأنا القرآن وجدنا أن الله لا يذكر الجنة بإطلاق غير مضافة إلى أحد إلا وهو يريد بها جنة الخلد التي في السماء السابعة، الخلد التي في، وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها الأوائل، والخلاف فيها حادث. بل يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما من زعم بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول جاء به من أهل البدع. ابن تيمية يقول هذا، يقول: وإن من قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو شيء جاء به من أهل البدع. فالمعروف عن عامة سلف الأمة وأئمتها أنها جنة الخلد التي في السماء السابعة. ما فهمت هذه؟ فإذا التفريق بين الحقائق الثلاث مهم جدا. وعلى ذلك اختلف العلماء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد الإطالة في هذا لكن من باب التوضيح فقط. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. من المتكلم الآن؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اللفظ شرعي ولا لغوي ولا عرفي؟ شرعي، انتبه لهذا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يا ستي، اختلف العلماء في قوله فليصلي، فمنهم من حمله على الحقيقة الشرعية وهي الصلاة، يعني هم يأكلون وهو إيش؟ يركع ويسجد، حملا لللفظ على حقيقته الشرعية. ومن أهل العلم من خالف في ذلك وقال: لا، بل المراد بالصلاة هنا حقيقتها اللغوية التي هي الدعاء، فيدعو لصاحب الطعام ويدعو لأهل الوليمة: اللهم بارك لهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم اطعمهم من الجنة، اللهم اغفر لهم، اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هم يأكلون، هم يرفعون القم وهو قاعد يدعو، هم يأكلون وهو يدعو. فأي القولين أصح عند فضيلتكم؟ يا راجل، ليش الثاني؟ ليش الثاني؟ مو بنا نقول الحقيقة الشرعية إذا دار اللفظ الشرعي إذا دار بين حمله على الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فإننا نقدم الشرعية؟ طيب لماذا الآن قدمت أنت اللغوية؟ أنت الآن مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. أنا ثابت على الأصل لكن أنت تريد أن تنقلني عن الأصل، فما برهانك على هذا الانتقال؟ أحسنت، هذا هو، هذا هو. هناك قرائن تدل على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بالصلاة هنا معناها الشرعي، وإنما يريد بها معناها اللغوي، وهو رواية أبي داود بسند صحيح: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. فليدعو، لو لم ترد هذه اللفظة لحملنا اللفظ على حقيقته الشرعي، لكن لما ورد هذا الصارف فإننا ننصرف من الحقيقة، من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. واضح يا جماعة؟ قال فليدعو، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. هذا يؤيد حمل الكلام على حقيقته اللغوية لا حقيقته الشرعية. طيب، ومثال آخر أيضا، بعد بعضكم يمكن ما بعرف عنده غبش في الفهم شوي، لكن نزيد أمثلة منها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، قال: توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل. فاختلف العلماء في هذا الوضوء المأمور به، فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يراد، على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة، ومنهم من قال لا سلامتكم، بل يراد به مجرد غسل اليدين من لحم الإبل.
غسل اليدين من لحم الإبل. طيب إذن دار اللفظ بين قولين، أحد القولين ها يؤيد الحقيقة الشرعية، والقول الثاني يؤيد الحقيقة اللغوية، فما الراجح عندكم أيها الإخوان؟ ها الوضوء الشرعي. لماذا؟ لأنه إذا دارت الحقيقة اللفظ بين حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية فالمقدم الشرعية ما لم ترد قرينة تصرفنا عنها. إذا نقول الحقيقة الشرعية مقدمة في لسان الشارع أو في ألفاظ الشارع على الحقيقة اللغوية إلا بقرينة صارفة، إلا بقرينة صارفة. ومثال أخير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، ونفس الخلاف فيها في خلافهم في الإبل، فمنهم من حملها على الوضوء الشرعي ومنهم من حملها على مجرد غسل اليدين. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو حمل اللفظ على حقيقته الشرعية، لأن القاعدة المتقررة تقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إلا بقرينة. طيب ما الذي أتى بهذا الكلام؟ أتى بهذا الكلام أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، الوضوء المأمور به في هذا الحديث، قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. فمن أهل العلم من قال، يلا جاوبوني ساعدوني شوي، فمن أهل العلم من قال بأنه يراد به مجرد غسل اليدين، ومن أهل العلم من قال بأنه الوضوء الشرعي، ومن راجح عندكم أيها الإخوان؟ القول الثاني أنه يراد به الوضوء الشرعي. لماذا؟ لماذا؟ ها لأمرين. الأمر الأول أن هذا الوضوء قد ورد ما يفسره من حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، ولا كلام لأحد ها مع المرفوع عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال توضأ وضوءه للصلاة. طيب هذا مرجح أثري، هل عندنا مرجح نظري؟ الجواب نعم، وهو أن لفظ الوضوء هنا قد دار بين حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية، وإذا تعارضت الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية في ألفاظ الشارع فالواجب علينا أن نحمل الكلام على الحقيقة الشرعية للغوية. فإذن القول الصحيح أن الوضوء يراد به الوضوء الشرعي لدليلين، دليل أثري ونظري كما بينت لكم قبل قليل. واضح المسألة؟ واضح المسألة يا إخوان؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الفضلاء أنه يشرع الأمر الجنب بالوضوء أيضا في حالة أخرى، أنه يشرع أمر الجنب بالوضوء أيضا في حالة أخرى، وهي في حالة ما إذا أراد أن يأكل أو يشرب. فإذا كان الإنسان جنبا وقدم له الطعام وثقلت نفسه عن الاغتسال فلا أقل من أن يتوضأ. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. نعم. واختلف العلماء في هذا الوضوء أيضا، لكن القول الصحيح حمله على الحقيقة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجنب الوضوء في حالة ثالثة أيضا، أنه أيضا يؤمر الجنب بالوضوء في حالة ثالثة، وكلها أوامر استحباب ليست للوجوب. ما الحالة الثالثة يا إخوان؟ أين ما شاء الله، أنه إذا أراد أن يعاود الوطأ مرة أخرى، فإذا جامع الإنسان زوجته مرة ثم أراد أن يجامع مرة أخرى فالأكمل والأفضل أن إيش؟ أن يغتسل، لكن إذا ثقلت نفسه عن الاغتسال فلا أقل من أن يتوضأ، فيستحب له أن يتوضأ عند معاودة الوطئ. قالوا: طيب هذا الاستحباب حكم شرعي، لابد أن تأتينا بدليل يدل عليه. فنقول: نعم، روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال لي أحدكم فليتوضأ، هذا أمر،
وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، فما الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول الصارف له رواية الإمام الحاكم لهذا الحديث، قال فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. فتعليل الوضوء بكونه أنشط للعود دليل على أن الأمر لا يراد به الوجوب، إذ من الرجال من يكون نشيطا بالعادة أو الفطرة، واضح جماعة؟ أو لشدة الرغبة، فعنده استعداد كامل أن يأتي بالاثنين من غير بالجماعين من غير وضوء بينهما. فهذه العلة تبين لنا أن الوضوء معلل، فإذا كان الإنسان فاترا وأراد أن يعود فيشرع في حقه أن يتوضأ حتى يعود له نشاطه، وأما من كان نشيطا بالأصالة فالعلة فيه تخلفت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهناك دليل ثاني أيضا، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع نساءه فاغتسل عند جماعه الأخير، مما يدل على أنه تابع بين الجماع بعد الجماع من غير فصل غسل ولا وضوء. فإذن صارت الحالات التي يؤمر فيها الجنب بالوضوء كم من حالة؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى عند إرادة النوم إذا لم يرد أن يغتسل، الحالة الثانية عند الأكل والشرب إذا لم يرد أن يغتسل، والحالة الثالثة عند معاودة الجماع مرة أخرى إذا لم يرد أن يغتسل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحبة، هل الاكتفاء بوضوء الجنابة كاف لدخول الملائكة في البيت؟ فإننا نعرف أن من جملة موانع دخول الملائكة في بيت الرجل أن يكون فيه جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب أو كلب أو صورة. فإذا من موانع دخول الملائكة، وفيها رسالة بسيطة صغيرة، موانع دخول ما ليست لي للسيوطي رحمه الله، وهي من الرسائل المفقودة لكن معناها معروف عند العلماء، وهي الأسباب التي توجب امتناع دخول الملائكة في البيت. ذكر منها وجود الصورة، وذكر منها وجود الكلب، وذكر منها وجود الوثن في البيت أيضا، وذكر منها وجود الجنوب. فهذه الأشياء تمنع دخول الملائكة في البيت بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إذا ثقلت نفس الجنب عن الاغتسال ثم توضأ ونام، فهل وضوءه هذا كاف في دخول الملائكة؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه على ظاهر الحديث أنه غير كافي، لأنه بوضوئه حتى وإن قلنا بأن حدثه خف إلا أنه لا يزال داخلا في مسمى إيش يا جماعة؟ الجنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو صورة، فإذا لا يزال الاسم باق عليه وهو وصف الجنابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط الحكم وهو عدم دخول الملائكة بعلة وهي وجود الجنب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دام الجنب موجودا فالعلة موجودة، فإذا الحكم موجود. لكن إذا اغتسل زال وصف الجنابة وانتفت العلة فانتفى الحكم بانتفائها. لكن إذا توضأ فقط، فحدث الجنابة خف ولا شك، ولكن لا يزال يسمى جنبا، فلا تزال العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجنب أن يتوضأ قبل أن يرقد. انتبه، لأن الأرواح يعرج بها إلى الله جل وعلا. انتبه، الأرواح إذا نامت إذا نام أصحابها يعرج بها إلى السماء فتؤمر بالسجود،
فالأرواح التي بات أصحابها على طهارة، انتبه، على طهارة، تسجد قريبا من العرش. وأما الأرواح التي بات أصحابها على الحدث فإنها تسجد ولكن إيش؟ بعيدة عن العرش. فإن قلت هذا أمر غيبي، وأمور الغيب مبنية على الدليل، فأين الدليل الدال على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أيها الحبيب ما قاله عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: إن الأرواح يعرج بها في منامها، إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد، انتبه، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما ليس بطاهر سجد بعيدا، سجد بعيدا عن العرش. فيستحب للإنسان إذا ثقلت نفسه عن إحدى الطهارتين وهي الطهارة الكبرى أن لا يبيت على إلا على إحدى الطهارتين ولو كانت هي الطهارة الصغرى، حتى يسجد قريبا، حتى يسجد قريبا عند العرش. فمن بات على إحدى الطهارتين فإنه سينال هذا الفضل العظيم. وهذا أمر من أمور الأرواح لا يحس به الإنسان، هذا أمر من أمور الأرواح لا يحس به الإنسان. فإن قلت هذا قول عبد الله بن عمرو وهو صحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم هذا صحيح، ولكن قوله هذا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، فهو أمر غيبي لا مدخل للاجتهاد فيه. وإذا قال الصحابي قولا لا مدخل للاجتهاد فيه فإن قوله يحكم بأنه مرفوع، لكنه مرفوع حكما لا مرفوعا حقيقة، أنه مرفوع حكما لا مرفوع حقيقة. ومن فوائد المبيت على طهارة أيضا أيها الإخوان فائدة أخرى، فائدة أخرى يصرح بها صحابي آخر، فائدة أخرى يصرح بها صحابي آخر، وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وخلاصة هذه الفائدة أن من بات طاهرا فإنه يبيت في شعاره ملك، يبيت في شعاره يعني بين ثيابه، يبيت في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من ليل أو نهار إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وهذا الأثر صحيح، الأثر الأول صحيح، عبد الله بن عمر أثره صحيح، وأثر ابن عمر أيضا أثر صحيح. فإذا صارت عندنا الفوائد في البيتوتة على طهارة لها عدة أمور. الأمر الأول أن فيه تخفيفا، انتبه، إذا قيل لك ما الحكمة من أمر الجنب بالوضوء قبل أن ينام، فقل هذا له عدة أمور. الأمر الأول أن فيه تخفيفا للجنابة، هذه واحدة، أن فيه تخفيفا للجنابة. الأمر الثاني أن حتى يبيت على إحدى الطهارتين، هذه الثانية. الثالث حتى تمكن روحه من السجود قريبا، حتى تمكن روحه من السجود إيش يا جماعة؟ قريبا من العرش. الرابعة حتى يبيت الملك في شعاره، وحتى تصيبه دعوة هذا الملك، حتى يبيت الملك في شعاره فتصيبه دعوة هذا الملك. كيف؟ طهارة الجنابة ولا الوضوء حق الحدث الأصغر؟ والله في بعض الفوائد تخص حتى الحدث الأصغر، ولذلك شرع في الصحيحين من حديث البراء بن عازب الوضوء لكل من نام، لكن كما ذكرت في الدرس الماضي أن نتكلم عن الجنب، وإلا فالوضوء مشروع في حق من نام، فهو سنة من سنن الوضوء سواء كان الإنسان جنبا أو غير جنب. وهناك فائدة أخرى أيضا، وهي أنه إن قدر الله له الموت في هذه النومة فإنه يموت على إيش؟ يموت على الفطرة. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ها ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة. لماذا؟ لأنه بات طاهرا وقال هذا الكلام. إذن هذه والله فوائد عظيمة لا ينبغي للإنسان في الحقيقة أن يفرط فيها. فإذا ثقلت نفس الجنب عن الاغتسال للطهارة الكاملة فلا أقل من أن يتوضأ. والوضوء لا يأخذ من الإنسان كم يا جماعة؟ ولا نصف ولا نصف إيش؟ ولا نصف دقيقة. يتوضأ على مرة مرة، مو بلازم ثلاث مرات ثلاث مرات، على مرة مرة حتى ينال ذلك الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على السؤال عما يتعلق بأمور دينه. يجب على المسلم أن يحرص عن السؤال عما يتعلق بأمور دينه. قالوا لماذا؟ قالوا لحتى يعبد ربه على إيش؟ على بصيرة. وهذا أبعد له عن التخبط والهوى. نعم. فإن كثيرا من الناس يتخبط في تطبيق الأحكام الشرعية، وهذا في الحقيقة لا يجوز. بل المسلم يجب عليه أن يسأل أهل الذكر فيما يتعلق بأمور دينه، لا سيما إذا كان أمرا يتعلق بالصلاة أو شيئا من أركان الدين. بل ذكر العلماء أن كثرة السؤال عن أمور الدين أدخل في تعظيم شعائر الله، لأنه لما عظمت شريعة الله في قلبه لم يرد أن يدخل في شيء منها إلا بعد العلم الكامل بإيش؟ بأحكامها. وهذا هو طبع المسلم. قل الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأذكر أنني سئلت عن رجل من العمالة الوافد للمملكة، جلس يعني في هذا جلس عندنا ستة أشهر وهو يحتلم ولا يغتسل، يحتلم ولا يغتسل. طبعا هذا غير الاحتلام اللي حصل في بلاده. اي نعم. فهو إذا احتلم لا يغتسل، ظنا منه أن الاحتلام غير موجب للغسل، مع أن العلماء مجمعون متفقون على أن من موجبات الغسل نزول المني دفقا بلذة ولو في النوم، ولو في النوم. فهذا هذا التكاسل والتقاعس عن السؤال عن أمر الدين هذا دليل على عدم تعظيم شعائر الله جل وعلا، ودليل على ضعف الإيمان في قلب العبد. هذه خلاصة المسائل المتعلقة بحديث عمر، وننتقل بعدها للحديث الآخر. نعم.